مين بيكره معين شريف بالوسط الفني؟ أنا بعرف. أنت بتعرف. إيه. بس أنا ما في غنى. فيك تقول؟ لا. ما فيك تقول، فإذا منغنى. استضيفنا، مو البرنامج استضيف. شو غنى؟ خلينا نشوف شو مطلوب منك. فيك تقول؟ أول شيء أنا قلبي لا يعرف الكره. أختلف معك بس ما بكرهك. ولا الضغينة؟ لا أعرف كل هذه المصطلحات. يعني لا أعرفها وما لا بالمعجم ضغيني يعني من ضمن شخصيتي. غني أغنية لماجدة الرومي. حبيبة القلب كمان ماجدة، والله يعطيها القوة والاستمرارية، هي بعدها مستمرة. يمكن ما عم خليني أسأله، ما عم خليني أسأل ولا سؤال، بدك علي كم شغلة فات. لا ما قل لي غني لماجدة الرومي. كنت عم فسر لك ضغيني بالمعجم شو يعني؟ مشتقات الحقد، ولا يعرف يعني الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه او من طبعه الغضب. نعم ماجد الرومي. انا ما كثير حافظ الكلام، معذور معذور. انت عم بحلمك يا حلم يا لبنان، انت الهدايا بالعلم والكاس شيء انسكب، والكان بالبال بعد ما كان يا لبنان. انا بدي سفرانو ولا يا شباب؟ الله الله الله.